ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم باشمهندسين، يا رب تكونوا بخير. هنكمل مع الأرشيتكت ومع الألف جامبر. وصلنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنقول بقى في الباوشتيلا أو في دي باوشتيلا الأرشيتكت هيكون إيه وظيفته. فالأرشيتكت باشمهندسين نظريا هو مسؤول عن المشروع بالكامل قدام الباوهير، أيا كان هو وضعه إيه في المشروع. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي قبل اللي فات، هو المسؤول نظريا عن كل المشروع. في مهندسين معاه طبعا بيشتغلوا، في ناس تانية بتشتغل، لكن هو نظريا المسؤول عن المشروع. علشان كده الأرشيتكت إبرنيمن دي أوبيكت بافاخونج اللي هو الإشراف على التنفيذ، يعني كوستن تشيتسونج تقييم بتاع الكوست. ومش كمان هو هيقول لك والله المشروع هيكلف كذا وخلاص، لا، كمان هو بيعمل كنتروليغون على الكوستن والانتوفيكلونج بتاعها، التقدم بتاعها ايه مع المشروع، وبيقارنها بالمواصفة. المواصفة اللي هي DAN 5-6 دي اللي هي المواصفة بتاعت الكوستن في المواصفات بتاعت البناء هنا في ألمانيا. المواصفات دي بتكون اختصاص Deutsche Institute for Normen. وكمان المهندس المعماري هيكون مسؤول على انه يتأكد من الباوتسايتن بلان ان هو بيبقى نفذ على اساسه Einhalten. يعني خد بالك برضو ان التاي بلان مع Einhalten، يعني الديدلاينز بقى اللي احنا بنقول عليها كلها تكون مظبوطة مع التايت لاين، وكمان ان الاربايتن كوريكت او سيجيفورد بيردن. دي كلها مسؤوليات المهندس المعماري. حتى لو في مهندس مدني موجود وبيراقب الشغل وبيشرف على التنفيذ، برضو في الاخر مسؤولية المهندس المعماري، ولازم يكون بيعمل كوردينيشن زي ما اتفقنا مع الفخ بلانر كلهم. ايه كمان؟ ان الارشيتكت نيمن اوخ نافرتيجشيلونج دي يعني تنن ارابيتن دي اجيفيركا اب. وموضوع النيمن اب ده شوانسين، ده كلمة هنا مشهورة جدا مهمة اللي هي الأبنامة. ايه هي الأبنامة؟ الأبنامة دي اللي هي عملية الاستلام، عملية استلام الجفيركة اسمها أبنامة. طيب ايه تاني؟ طبعا مثلا فرضا، وده اللي بيحصل في الغالب، يعني ان المهندس المعماري مش بيلاقي الموقع كله مظبوط، لكن ممكن يلاقي مثلا حته هنا عايزه تتكسر، الباب ده عايز يتغير، البلاط ده لازم يتظبط، ايا كان. في خساير، في منجل قال عليها منجل. المنجل دي في هوبن، يعني اتشالت او عمل لها تجنيب، ولها كلمتين، لها فعلين هنا. المنجل دي يا اما نقول عليها بيهيبن، يا اما يتقال عليها بزايتجن، إما يتقال عليها بيهيبن أو يتقال عليها بزايتجن. بعد ما المنجلن دي بيهوبن فوردن، خلاص كده نظريا المشروع خلص. خلاص احنا نفذنا المشروع وعملنا أبنامة وشلنا كل المنجلن، وكمان اترمت أماكن بتاعتها. يبقى دلوقتي دور ايه؟ دور الحساب. يبقى الباوهير هيستلم كل الغشنونجن من الباو انترنيمن، هيستلم الأونورار شلوس غشنونج بتاعت المهندسين. وكلمة أونورار دي اللي هي طبعا لكلمة الهوائيل الكود اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو بيخص الأتعاب بتاعة المهندسين هنا في ألمانيا. كل ما يعمل في مجال البناء كمهندسين بيكون ليهم قانون بينظم الحكاية دي اسمه هوائي. فأول كلمة الها ده مت أونرار، هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، بس يعني خلينا نعرف دلوقتي إن هي اسمها الأونرار شلوس غشنونج بتاعة المهندسين المعماريين. وخلاص كده هيحاسب عليهم، هياخد بقى الباو انترلاجن كلها اللي مع كل الناس دي من مسؤولية طبعا مهندس المعماري هيسلمها له، وكمان اكيد هيسلموا الهاوس تو شلوس، المفاتيح بقى بتاعت الباب والابواب بتاعت المبنى كله. طيب حابب هنا ان انا الفت نظركم لحاجه باشمهندسين. هنا الباشمهندس المعماري مش دايما، انا قلت لكم ان هو مسؤول نظريا على كل المشروع، ولكن الحته دي ليها استثناء، ان هو ممكن يكون العقد اللي اتعمل ما بينه وما بين المالك ممكن يوقفه على حاجه معينه. بمعنى ايه؟ دلوقتي المراحل بتاعه الشغل هنا في المانيا بتتقسم لتسع مراحل، تمام؟ التسع مراحل دول هنتكلم عنهم ان شاء الله بالتفصيل، ولكن التسع مراحل دول بيشملوا من اول لما المالك يروح كده يتكلم مع مهندس المعماري ان انا بتعرف عليك، هو انا عندي مشروع عايز اعمله، لغايه لما خلاص يحاسبه الراجل المالك ياخد المفاتيح وشكرا امورنا تمام. دول تسع مراحل. فرضا ان المالك هو عايز لغايه عايز بس جنيمجو، يعني هو عايز باو جنيمجو، عايز رخصه بس خلاص، وبعد شويه بعد سنين راح بنا. في الحالة دي فرضا هو ما كملش مع نفس المعماري، خلاص المعماري مش مسؤول عن الباقي. طيب فرضا ان هو قال له انا عايزك مهندس طلع لي كل ما هو قبل
الموقع، يبقى خلاص هو المهندس ده دور انتهى هنا في العقد بتاعه مع المالك ومالوش اي علاقه بعد كده. تمام، انا بفترض ان مفيش اخطاء كان هو السبب فيها بتصميماته، يعني انا بتكلم ان هو المسؤول نظريا عن كل المشروع اذا كان هو فعلا مستمر من الاول. عشان كده الدي اشتكت ابنمت نيش اون بدينج داس جزمت بافو هابن ينخدم بوهاون اون دين لايسنس فازو. هنا في حاجتين تانيين، ان في مهندس معماري، المهندس المعماري اللي بيعمل التصميمات الداخليه والديكورات ده بيتقال عليه ان اشتكت، وعلشان الاشتكتن ده اشتكتن دي ايجنشافتن دي ماتريالن اون كوستن فازن، عشان هم عارفين ايه هي الماتريالن كمات والكوستن بتاعتها كونن زي انشايدونجن بتوجلش تون باي سبيل دي باوشتوفا فليزن بودن بليجا وند تابيتن نخدم جشماك دي سباوهان قفيل كم سطر دول. قاعد بنقول ان هو علشان المعماريين يعرفوا الايجنشافتن المواصفات بتاعت الماتريالن والكوستن بتاعتها بيقدروا ان هم ياخدوا قرار انشايدونج تخيفن بتوجلش ايه بخصوص مثلا الباوشتوفا الخامات فليزن اللي هي يعني السيراميك والحاجات اللي زي كده البودن بليجا اي حاجة تتعامل على الارض مثلا وليكن لامينات او باركيه او الحاجات اللي زي كده والتابيتن اللي هي ورق الحائط انا يعني تسون باشبيل. فهم يقدروا اينفخ ياخدوا القرارات دي مع المال نخدم جشماك ديسباو هير يعني على حسب المزاج او على حسب الذوق بتاع المال. وهنا في نقطة تانية جيماينزام مدم لاندشافت أرشتكتن كومرن زيزش أم دي بروديكتيف لوزنج ديس غوندشتوكس سون داس إنن أند أوسن مت أين أندر هارمونيغن. يعني في مهندس معماري تاني دلوقتي مسؤول عن اللاندشافت، يعني إيه؟ يعني هو اللي مسؤول عن المكان الخارجي أو الموقع الخارجي للمشروع، فبينسق الإنن أرشتكت مع اللاندشافت أرشتكت علشان يقدروا إن هما يوصلوا لشكل يعني متوائم ما بين الداخل والخارج. ده كلمة هارمونيغن اللاندشافت أرشتكتن سند إكسبرتا والفغاي غاوم عند أوسن فيك زي مثلا فور بلاتس اللي هي المنطقة اللي قدام البيت الجارتن الإننهوف اللي هي الفناء الداخلي مثلا بتاع مبنى أحيانا بيكون في فناء داخلي ليه وكمان الباوزن بخاش أو لو مثلا في منطقة كده زي طرق التوزيع أو حاجة زي. يبقى احنا عرفنا ان في أرشتكت في إنن أرشتكت في لاندشافت أرشتكت مفترض ان دول بينسقوا مع بعض. شكرا جزيلا لكم يا باشمهندسين وان شاء الله نتقابل في مرة قادمة.